عندي دلوقتي 10 سنين. شايفين ده بقى؟ ماما أنا جعان. دي أول كلمة اتعلمت أقولها وأنا صغير كل ما أشوف ماما في البيت. ما تستغربوش، ما هو ده أنا بس من سنتين. أنا كنت زي ما انتوا شفتوني كده باكل واتفرج على التلفزيون وبعدها نام على طول. عمري ما عرفت ألعب مع أصحابي في المدرسة لأني كنت كل ما أجري أفضل أنهج وقلبي يوجعني قوي وحس إنهم بيبصولي ويضحكوا عليا، فكنت بقعد واتفرج عليهم بس. حتى وقت ما بنام طبعا كان نفسي بيتقطع واصحى وانا بعيط دايما. بس احلى حاجة بقى اني لما كنت بعمل حاجة تعجب ماما كانت بتجيبلي حلويات كتير كتير قوي. بس لما اشتكيت لماما كتير ولقتني كسلان على طول قررت بقى توديني للدكتور. للأسف في مجتمعنا بنلاقي معظم الأمهات فاهمين التغذية غلط، ونلاقيهم قاعدين العيال جنبهم ونازلين فيهم تصغير، ونلاقي ناس تانيين بيضربوهم عشان ياكلوا. وفي مرض السمنة بنلاقي الجسم بيبقى فيه تجمعات كتير من الدهون، وده ممكن يأثر على الشخص أما يكبر. ونلاقي إن السمنة دي تيجي نتيجة 3 حاجات رئيسية. أول حاجة تيجي نتيجة عادات مكتسبة من البيئة المحيطة. تاني سبب معانا هو نتيجة أسباب وراثية وهرمونية. طب زي إيه؟ زي مرض مثلا اسمه برودر ويلي سيندروم، ده عبارة عن خلل في الكروموسوم 15. أو مرض تاني اسمه كوشنج سيندروم، وده بيحصل فيه اضطرابات في الهرمونات بتسبب زيادة الكورتيزون. تالت سبب معانا هو نتيجة أمراض أصلا بتسبب السمنة. زي إيه؟ زي الهايبوثالاميك تيومر، ده بيبقى فيه خلل في وظائف في منطقة الهايبوثالاموس. ممكن مرض زي الهايبوثايرويديزم، ده بيبقى فيه قصور في الغدة الدرقية. أو مرض زي الهايبر انسولينيزم، مرض السمنة بيبقى فيه مضاعفات. طب المضاعفات دي زي ايه؟ ممكن يجيب أمراض في القلب أو مرض السكر، أو إنه بيسبب زيادة في الكوليسترول، أو بيحصل صعوبة في التنفس، ممكن إن النفس يتقطع أثناء النوم، ممكن يحصل كمان التهابات في المفاصل. نيجي بقى لعلاج مرض السمنة. العلاج بيبقى عن طريق رجيم الأطفال، بيبقى الطفل وزنه بيقل، وكمان تغذية الطفل بتكون من العناصر الضرورية، ولازم يكون مواعيد الوجبات مظبوطة وخصوصا الفطار، وطبعا لازم نمنع الأكل من بره والمشروبات اللي فيها سعرات حرارية مع ممارسة الرياضة وتقليل مشاهدة التلفزيون. دلوقتي هنعرف ازاي نتحكم في مرض السمنة عن طريق اننا نشغل الطفل بالعاب تنمي ذكائه وتشغله عشان ما يفضلش قاعد قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر طول اليوم.